خليهم يولعوا في بعض. نعم. معايا اعلان من المحكمة. ليه خير؟ الله اعلم. وريني كده. اهو. ممكن تمليلي هنا عشان امشي؟ ماشي. اتفضل. نعم. فيها ايه الورقة دي؟ معرفش. امال مين اللي يعرف؟ هتقولي فيها ايه؟ والله الورقة اهي، لما يبقى يجي عمي يا اختي وبيديها له. ها؟ يا بنت انطقي فيها هاي الورقة قبل ما تخ. بقولك ايه؟ أنا معرفش حاجة ومش عايزة أعرف. الورقة دي فيها حاجة من ناحيتكم. أختك اللي عاملة روحها أفوكاتو رفعت قضية، صح؟ معرفش. إياك تقومي من مكانك. لما أكلمك تقعدي زي الطوبة وتسمعيني. مليش مزاج. مش بمزاجك يا روح أمك. خدي بالك بقى إن أنت بتغلطي كتير، وأنا من الآخر كده ما بحبش النسوان الغلاطة. يا نهار أبوكي طين. ما بلاش تجيبي سيرة أبويا، بلاش. ما تخلينيش أفتكر اللي أنت قلتيه. اللي هو إيه يا بنت كريم؟ وحياتك عندي أنا ساكتة بمزاجي. تصلك لسه ما تعرفيش اللي جاي. عارفة دماغي دي؟ طوبة، حجر، والدم اللي بيجري في عروقي ده دم سعيدي أكتر منك. أنا بقى مش هستريح إلا لما أخد طرب ويا منك، ومش هستريح برضو يا جبرية إلا لما أشوفك في نعشك. تعالي هنا. ايه ده مين هيجي لنا دلوقتي؟ ممكن ماما. استني اشوف. ايوه. مساء الخير. اهلا. مساء النور. انا عرفت ان انتوا ضيوف عندنا في القاهره، فقلت لازم اجي افسحكم بنفسي. ايوه بس هو مين اللي قال لك ان احنا ضيوف في القاهره؟ هي جمانه قالت لي ان انتوا اصلا قاعدين في الصعيد. هي ممكن بس تكون فهمت غلط، احنا لسه ناقلين الصعيد، بس احنا طول عمرنا يعني عايشين في القاهره. ماشي يا بنت، اتفضل. اتفضل يا سليمان باشا، اتفضل. بصوا بقى، انا حجزت لكم حفله حلوه جدا في اهم واكبر اوتيل في القاهره. بس للاسف بقى يعني احنا مش عاملين حسابنا. ليه لا؟ المفاجآت الحلوه بتعدل المزاج. شاد. وبعدين هنقول لا يعني سليمان باشا هو مكلف نفسه، وحفله حلوه زي دي اكيد هتعدل مودنا. ايوه هي انسه شاهد عندها حق. يلا بقى انا مستنيكم. طيب احنا هنقوم نجهز. يلا اتفضل. بعد اذنك. اتفضل. مصدقها مكدب امك؟ الله ده اللي شفته بعيني. كدابه وقليله ادب. الخناقه كانت على الورقه اللي جت من المحكمه. الهان اختها رافعه قضيه على ابوك. ها هتعمل ايه عاد؟ رد. كريمه وبنتها رافعين قضيه عشان ياخدوا الارض، هتعمل ايه؟ ها يا واد رد عليا، هتعمل ايه عاد معاها؟ تعالي يا فوزية، تعالي عشان تشهد انت بالحق. اشهد على ايه؟ انا كنت هسجد مرته؟ معرفش، ما كنتش قاعدة. حتى لو ما كنتش قاعدة انا هعمل كده؟ بقول لك ايه يا جبرية؟ صح عبد الحكيم جاله امر من المحكمة؟ صح بنات كريمة رافعين قضية عشان ميراث ابوهم؟ ها صح. ايه رأيك؟ تعالي هنا. رايحة فين؟ رايحة اوضتي. هروح فين يعني؟ ما بقاش ليا غير الأوضة. الراجل اللي اتجوزته أخويا قمر ويطلقني. خلاص ما عادش ليا غير الأوضة دي. إلا بكرة كمان يقول لي اوعي تتحركي ولا تطلعي منها عشان خلاص بقيتي متطلقة.
أنا ما خلصتش كلامي. خلاص يامّا، أنت صح وهي غلط. هي كانت عايزة تسجط نفسها وتموت الواد اللي في بطنها عشان تتهمه فيكي، وأنت اللي مظلومة. ارتحت يامّا؟ ايه؟ مكتبني؟ مصدقها هي؟ يرضيكي يا عمتي اللي بيحصل فيا في البيت ده؟ ماليش حد ياخد حقي؟ ريتال، صح اخواتك رفعوا قضية على عبد الحكيم؟ ايوه صح يا عمتي. قلة اصلي بقى هتقولي ايه؟ يعني انتي مش وياهم؟ معاهم؟ في ايه يا عمتي؟ انا برضو يجي لي قلب اقف قدام عمي في المحاكم؟ لا يمكن طبعا. ريتال، في ايه يا عمتي؟ والنبي يا عمتي ما تبصيليش كده. ده عمي ده لو قطعني كده حتت ورماني في الشارع انا عمري برضو ما اعمل معاه اي حاجه. هو الضفر برضو يطلع من اللحم. طب انا عايزه اتكلم مع شهد، عايزه انزل لها مصر. يجولك انت حره. حسن، شفتي حسن؟ شفتي حسن امك عملت معايا ايه؟ ايوه يا حسن، امك كانت عايزه تسجطها. انا الصراحه ما اقدرش اقولك ده قدامها، انت عارف امك مرجويه وانا ما اقدرش عليها. بس لو عاوز الحج ريتال ما ينفعش تقعد هنيه اكتر من كده. انا بقول لك الحج يا حسن، انا ما عارفاش امك جابت الغل والسواد اللي جواها ده منين. اسمعني زين يا حسن، أبوك خد ورثي وأنت عارف إن أنا ليا في كل حاجة، ورماني في أوضة مترين في مترين وفضل مجعدني جاره سنين طويلة لحد ما عنست. حتى يوم ما وافق يتجوزني رفض يجيب لي بيت مع إنه مش هيدفع حاجة من جيبه. ولما وافق يتجوزني جوزني لواحد زي محروس لأنه عارف إنه هيفضل تحت طوعه ومش هيقدر يقول له ايوه ولا لا على اي حاجه. حتى محروس انا عارفه انه ما بيحبنيش، وعارفه انه اتجوزني عشان انا اخت عبد الحكيم. كان فاكر تحت الجبه شيخ. حتى عبد الحكيم لما حس ان محروس هيخرج من تحت باطه قال له طلقني بالغصب، وهو عارف انه مش هيقدر يقول لي لا. عايزه تقولي ايه يا عمتي؟ عمتك عايزه تقول لك خد بالك يا حسن، عايزة تقولك لازم تعمل حسابك وتشوف حالك ومالك. لازم تطلب بحقك من دلوقتي، يا إما مش هتاخد حاجة أصلا. طالب بحقي وأبوي عايش وماله؟ إيه اللي يمنع؟ هو يعني عمي كان بيعمل كل الفلوس دي ليه؟ مش عشان يساعدك أنت وأولادك؟ وما كنتش تستمتع يعني بحياتك على حياة عين أبوك، هتستمتع بيها إمتى إياك؟ لما يموت ولا لما مروان ياخد كل حاجة في عبه؟ بقول لك ايه يا حسن، انا مش هينفع اقعد في البيت ده ولا دقيقه واحده. انا بصراحه يعني اخاف اقعد مع امك لوحدي. انا يعني ابن عندي بالدنيا، ولا انت مش خايف عليه؟ ما شاء الله ما شاء الله، بتعملي ايه يا مرات العمدة؟ تالي جابك هنا؟ جيت بلاش اجي ولا ايه؟ جيت علشان اشوف مرات العمدة اللي هي على ذمته نزلت مصر تتصرمح شمال ويمين مع مين. ايه تتصرمح دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انا اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ومين بسلامتك بقى علشان يعني نتعرف على بعض؟ ممكن بالراحة يا عمدة عشان نعرف نتكلم شوية؟ كيف يعني؟ كيف بالراحة واهدى؟ أخذ مهبط يعني؟ أقعد على الكنبة دي مستنيكوا بعد ما تروحوا تتصرمحوا الوش الفجر وترجعوا؟ غلطان أنا؟ إيه اللي بتقوله ده؟ أنت مالكش حق أصلاً إن أنت تيجي هنا ولا ليك حكم عليا. لما تبقى بقى تعمل اللي إحنا اتفقنا عليه وتثبت لي كده إنك راجل بصحيح وقتها نبقى نتكلم يا عمدة.
أبطل العن والرن بتاعك ده والكلام الماسخ كل شوية كلام كلام انت وامك. انت جاي هنا ليه؟ عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز، انا هعمل اللي انا عايز اعمله دلوقتي. هو انت قلت لك سيبها؟ يا لهوي يا لهوي. افهم اللي بقول لك عليه كويس يا ابن الناس، لو مديت يدك تاني هخرم لك دماغك دي اكليها مصفى اتصفي فيها طماطم. فاهم ولا مش فاهم؟ انت خلاص انت اتجننت. انا ما اتجننت؟ ما اتجننت لما فتك تسيب البيت في البلد. انا العمده، العمده اللي بحكم الناس كلها، مش قادر احكم بنت كريمه. تعالي. الله الله الله، ده ده مش بس بنات مصر اللي يعرفوا يلبسوا. انا فريده. ايوه فريده، الحلاوه دي يا بت. انا قلت اخليك تاخد بالك انت متجوز مين طالما عينك متجايبه. لا واخد بالي، واخد بالي قوي كمان. طب بما انك اخدت بالك يا رب عينك ما تروحش كده ولا كده يا مروان. حاضر مروان. قولي. انا عارفاك كويس واعرف انت بتعمل ايه من قبل ما تعمله، والكلمه اللي بتفكر فيها من قبل ما تنطقها انا عارفاها وعارفه تقصد منها ايه. حبني زي ما بحبك. حاضر هحبك. اسمعي، انا هنقعد ونتكلم ولا هنروح نسهر؟ هتسهرني فين؟ المكان اللي انت عايزاه. تعالي تعالي. ادخلي ادخلي. رايحه تتصرمحي على حل شعرك في مصر وناسي انك متتجوزه بقف؟ ما ديك قلت اهو بقف. هو في حد بقى بيستأذن من بقف؟ تعالي بقف تعالي تعالي. بقول لك ايه، ظاهر انك انت عايزه تتربي من اول وجديد، مش لاقيه كبير ربيكي. تربي مين يا سيدي الرجال انت؟ لما انت عامل فيها ذكر قوي كده كنت عرفت تجيب لي حقي من عبد الحكيم. حق؟ حق ايه يا بنت الناس؟ خلاص دلوقتي ما بقتش عارف حق ايه؟ نسيت فجأة. صحيح ما انت ركبك بتخبط كده ببعض بس تسمع اسمه. بطلي بقى بطلي بقى الاسطوانة الماسكة والكلام الفارغ اللي عمالة تقوليه انت وامك. ثلاثة بالله العظيم ما تخرجي من البيت ده واصل. هطلع يا عمدة، هطلع ومش راجع البيت ده تاني، وانت هتطلقني. طلقك؟ هو احنا كنا اتجوزنا عشان اطلقك؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ لازم اتجوزك الاول، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اوعى كده، انت مجنون ولا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ يا سلام، بقول لك ايه؟ لازم اتجوزك يا بنت الناس. اوعى كده. تعالي ليه؟ لو خرجت بره البيت هدفنك مكانك، وساعتها عبد الحكيم هيشكرني، هيقول لي زين عليك العثمان اللي انت عملته ده. انت شكلك خلاص مخك فوت. فوت؟ فوت يا زينب عشان عشقتك. عشقتي مين يا مجنون انت؟ دلوقتي بقيت مجنون خلاص، مش عثمان ده اللي كان الكل في الكل، ولا انت كنت عايزين عثمان انت وامك يقف قصاد عبد الحكيم وبس؟ هو ده اللي احنا كنا عايزينه. خلاص واديني اللي انا عايزه، هاخد حقي. حق ايه ده ان شاء الله؟ حقي فيك يا زينة. لا يا حبيبي ده في المشمش، لما تبقى تعمل اللي وعدت بيه الاول. يبقى حقي الاول، طالما عايز حقك اخد حقي. مصلحة قصاد مصلحة. انت لو قربت مني هرمي نفسي من الشباك. ارمي نفسك من الشباك وفي ايه يعني؟ تعرف الناس هتقول ايه؟ هتقول عليك انك كنت معيوبة في ليلة دخلتك، وانا هقول الكلام ده، وفضحتك هتبقى على اهل البلد كلها وقدام امك وقدام ابوك عبد الله الله يرحمه. انت ما تعرفيش عثمان يا زينب، انا لما بتحول ببقى حاجة تانية خالص. انت عايز حقك وانا عاوز حقي، وثلاثة بالله العظيم لو خرجت من البيت ده. ايه المشي يا بنتي؟ اصبر يا ماما، جاني يا ماما هيموتني. ليه؟ مش عارفة مش عارفة انا عايز اخلص. خلاص يا ماما. طيب معايا؟ اطلعي معايا على البيت. مفيش لولو معاك على البيت يا عثمان. هتطلع يعني هتطلع؟ مش هتروح معاك في اي حتة يا عمدة. وانت مين بقى بسلامتك عشان تخش في الموضوع ده اساسا؟ طب امشي من هنا وبلاش فضايح. في اي عمدة؟ انت مش لاقي حد تعمل عليه عمدة بره، جاي فرد دلوعك وتعمل علينا عمدة؟ انا عمدة؟ عمدة هتطلع عنك؟
عليك وعلى شديدك كمان. احنا هنغلط بقى ونقل ادبنا ونطول لساننا كمان. اطول لساني زي ما انا عايز وماليش كلام معاك يا كريمه. قال يا كلام مع مرتي اطلع البيت. مش هتطلع يا عمده. هتيجي معايا يعني هتيجي معايا. امشي امشي من هنا بدل ما الم عليك الناس. وانت ليكي صوت تتكلمي يا مطلقه انت. ها شوفي فضايح مرتي بتعملي ايه في مصر؟ راح تتصرمح مع اللي اسوي ولا مع اسواش؟ اخرس قطع لسانك راجل قليل الادب ما عندكش دم. انا بنتي متربيه احسن تربيه يا مغفل. هنعرف يا كريمه هنعرف اذا كانت بنتك متربيه ولا مش متربيه. هان الله اعرف. اوعي الحقونا يا ناس الحقونا. العبد عاوز يموتنا. الحقونا يا ناس. صرخي اوعي ايدك. صرخي زي ما انت عايزه. لم علينا الناس خليها تفضح كريمه ويعرفوا ان بنتها مش عايزه تخش على جوزها يوم زفافها. يبقى ايه؟ يبقى معيوبه يا كريمه. انت معيوبه. انت يا راجل انت. بقول لك ايه؟ انا هاخد مرة. بنتي مش معيوبه، انت اللي معيوب ومخك فاضي وهمجي. عارف بنتي مش عايزه تخش عليك ليه؟ ليه؟ عشان انت ما بتنفذش كلمه واحده من اللي انت قلتها. عرفت ولا قلت انا يا عمده؟ لا ما عرفتش يا كريم. اديك عرفت. وهاخد مرتي يعني هاخد مرتي. مش هتاخد حاجه. اجري يا بنت. هيروح في 60 داهية. أنا ما يهمنيش يروح في داهية. أنا كل اللي يهمني هاخد حقي. وأنتي لما تاخدي حقك يا عمتي هتعملي بإيه؟ ناوي أعمل كيف فريدة. فريدة اللي البلد كلها كانت بتقول عليها سايبة. اللي البلد كانت بتقول إن ملهاش راجل. في الآخر اتجوزت زينة الشباب. مروان. وهتسيبي محروس؟ محروس؟ محروس ده أنا ما استعنهوش خدام يجيب لي مداسي. نصيب بقى. لا ده مش نصيب، ده ظلم قهر وسبب فيه عبد الحكيم. طب وانت ناوية تعملي ايه يا عمتي؟ ناوية أبقى معاكم. معانا؟ معانا ازاي يعني؟ يعني اللي تقول عليه شهد أنا حامل. تعالي تعالي خدي اركبي اركبي خدشي 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 يا زينب. استنى يا عمدة. زينب استنى ولا استنى استنى يا زينب يا زينب. قلبي يا بنتي. عمتي قلبي حصل لك ايه؟ تعالي معايا تعالي. ادخلي ادخلي. حد هنا؟ امسكي انت يا عمدة. بقول لك ايه؟ 10 دقايق برجع لك اشوف ايه تحت. زينب انت قلت لك عثمان. انت عبده. انت قلت لك عثمان. يف يف مالك؟ دخل انت حبيبي قدام ليه؟ البت فين؟ يف البت بنتي فين يا عثمان؟ ما عنديش بنات. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ما عنديش بنات ولا توكل على الله وقولوا امسى. بقى كده؟ ايه بقى كده دي؟ بتهددين ولا ايه؟ زينب خد يا بنت. انت فين يا زينب؟ توكل على الله. اقعد يا بنت. 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 صباحيتك بنتك بكرة هتاخديها قصة هتاخديها صخ سليم.
مساء النور. لا أنا مية، أنا ما بنامش دلوك. بفكر في اللي أنت قلتيه. أنا موافق على كل الكلام اللي اتقال وما عنديش فيه أي مشكلة، بس عايز كل حاجة تبقى مظبوطة، مش عايز حاجة تفلت منينا. والأهم، هتعمل إيه مع مروان؟ أنا عارف إنك حرة في اللي تشاركيه واللي تتعاملي معاه، بس أنا مش عايز مشاكل بيني وبينه خصوصاً في الوقت الحالي. ماشي؟